مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انخفض الضغط الجوي أخيرا بحوض البحر المتوسط، هذا سيسمح لتسرب سلسلة من الاضطرابات الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله. دائما تبقى أجواء غير مستقرة مضطربة، تميز يوم الغد بإذن الله السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، تكون مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية، أحيانا حبات برد. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا على السواحل الشرقية والوسطى الشرقية. السواحل الغربية ستشهد خلال الصبيحة تساقط لبقايا بعض الأمطار المحلية، ثم سرعان ما تميل السماء إلى صفاء خلال الظهيرة بإذن الله. المناطق الداخلية دائما تبقى تشهد أجواء غائمة مرفوقة بتساقط لأمطار، أحيانا ثلوج على المرتفعات التي تتراوح علوها بين 600 إلى غاية 800 متر. الرياح ستكون قوية نسبيا. منطقة الأوراس ستشهد زخات من الأمطار الرعدية في انتظار أن تلتحق إليها الثلوج خلال الليل بإذن الله. أما بمنطقة الواحات إذا ستشهد بعض السحب العابرة مع أجواء مستقرة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة، 4 درجات تحت الصفر كأدنى مقياس بالبيض والجلفة، مقاييس ما بين 4 إلى 6 درجات بسواحل، 3 درجات فقط ببشار، 4 درجات بجانات، وترتفع إلى 10 درجات بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد البرودة تبقى محسوسة على كل المناطق الشمالية بالخصوص المناطق الداخلية، 4 إلى 9 درجات تسجل بالهضاب العليا والمناطق الداخلية، ما بين 12 إلى 16 درجة بسواحل، في حدود 14 درجة من الصورة نحو الواحات، 20 درجة بالصحراء الوسطى و 29 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص البحر سيكون كثير الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح تبقى معتدلة أحيانا قوية نسبيا قد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة بسواحل الشرقية، وتأتينا من غربية إلى شمالية غربية، تدور إلى جنوبية غربية بسواحل الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الجمعة، حيث دائما تبقى أجواء مضطربة تميز كل المناطق الشمالية مرفوقة بتساقط لزخات من الأمطار نحو السواحل الوسطى والشرقية، ستكون تحت وقع الرعود، ثلوج نحو منطقة الأوراس التي يفوق علوها 700 متر، أجواء باردة تبقى تميز كافة المناطق الشمالية حتى بشمال الصحراء مع هبوب لرياح قوية نحو منطقة الواحات، وأجواء مستقرة على أغلب مناطق الجنوب الكبير. يوم السبت بإذن الله زخات من الأمطار الرعدية ستشمل السواحل الوسطى والشرقية، بعض الأمطار نحو السواحل الغربية، ثلوج نحو المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية، أحيانا تكون تحت وقع رعود نحو منطقة الأوراس. الأمطار أيضا ستشمل محليا مناطق شمال الصحراء والثورة، ورياح قوية نسبيا نحو منطقة الواحات في انتظار أن تلتحق إليها الأمطار بحول الله تدريجيا. بالنسبة ليوم الأحد تبقى دائما بعض الأمطار تشمل شمال الصحراء كذلك منطقة الثورة، ودائما نفس الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية مع انخفاض مستوى الثلوج على القمم الوسطى والشرقية التي يتراوح علوها بين 600 إلى غاية 800 متر. بالنسبة لوقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و 58 دقيقة، والغروب على 5 مساء و 58 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة.